السلام عليكم ورحمة الله. وفي رحاب القرآن الكريم، وفي رحاب سورة الزخرف الآية رقم 57: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي بكسر الصاد، يعني أي يضحكون ويضجون لما ظنوه تناقضا وليس بضمها من الصدود، كما في قراءة أخرى يعني. ولما ضرب المشركون عيسى ابن مريم مثلا حين خاصموا محمدا صلى الله عليه وسلم وحاجوه بعبادة النصارى إياه، إذا قومك من ذلك ولأجله يرتفع لهم جلبة وضغيب فرحا وسرورا، وذلك عندما نزل قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال المشركون: رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى. فأنزل الله قوله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالذي يلقى في النار من آلهة المشركين من رضي بعبادتهم إياه. وننتقل في نفس السورة، سورة الزخرف الآية 66: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. هل ينتظرون، كلمة هل ينظرون أي ينتظرون، وليس هل يرون من الرؤية. وهذا اللفظ كثير في القرآن العظيم، ومنه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ودائما قد يظن القارئ أنه من النظر، لا، هو بمعنى الانتظار يعني. وما زلنا في سورة الزخرف والآية رقم 84: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه سبحانه إله من في السماء وإله من في الأرض، يعبده أهلها وكلهم خاضعون له، وهو الله وحده المعبود بحق في السماء وفي الأرض، وإلا فهو سبحانه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه جل في علاه. هذا وبالله التوفيق. صدق الله العظيم.